يا رشا، الآن أبغاك تركزين في النجمة. لا، هذه مو نجمة، هذه وردة. طيب يا رشا، أبغاك تركزين في الوردة هذه، أوكي؟ ولا تركزين في الضوء، بس ركزي هنا، أوكي؟ راح أمرر هذا الضوء هنا، خليكي مركزة هنا، أوكي؟ طيب، الآن ركزي في الضوء، لا تركزي في الوردة، ركزي في الضوء. وين يتحرك الضوء؟ خليكي مركزة فيه. بس ركزي في الضوء. طيب، شكرا شكرا يا رشا. طيب، اهلا يا أمينة، طلبتي صوت الشنط والاكسسوارات. انا استمريت على الصوت.
طيب، مريم طلبت soft spoken، حابة أسولف لكم عن هذا العقد عندي تقريبا من لما كنت في ثالث ابتدائي، مرة قديم. كنا رايحين البحر، اشتريته ومن هذاك الوقت للآن محتفظة فيه، ما أدري ليش، بس شكله مرة حلو. وأحس هذه الأصداف أحسها حقيقية، يعني ما فيها ريحة أصداف، بس أتوقع أنها مو حقيقية. الآن اكتشفت هالشي، وهذا الخرز الخشبي، هذا خشب مرة أحبه، كأنه مصباح. وبس والله، شكرا يا مريم.
بيا في منطقة الجبهة. طيب خليك مركز في منطقة الجبهة لأني راح أسحب أقص، راح أسحب كل الطاقة السلبية اللي موجودة في منطقة الجبهة كلها، راح أسحبها أقصها من جذورها. طيب هنا بعد أحس باقي شوية، خليني أسحب أشوف بعد إذا في باقي. أوكي هنا صح. أوكي الآن كل الطاقة السلبية راحت الحمد لله.
أهلا يا غادة، طلبت أذكار المساء soft spoken. ما راح أقول كل أذكار المساء لأن المقطع شوية وبيوصل ساعة، حابة أخلص كل الأسماء. راح أقول شوية من أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ما أنسى بي من نعمة أو أحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شكرا يا غادة. أهلا أسماء، طلبت تقليب الصفحات وتمشيط الشعر، ما أدري كيف بسويهم مع بعض.
بصوت ما في زجاجة.